سلامة، مرحبا بكم. اليوم نحن في سنتر سوسة، عنا أوفرتير في لي سنتر. هو لي سنتر راه محلول، عنده تقريبا من 2017 محلول في سوسة. عملنا لوكاسيون المرلولة، بعث لي حالينا سنتر صغير، حاولنا نكبره بشوي بشوية. تو عملنا سنتر ياسر بالحق، فيه كل المعطيات اللي تتمناها من العروسة. بس بهيبة، هو تكون من عام 87 في جمال، وكبرنا لي سنتر. طبعا دي سنتر لوكاسيون سبيسيال، لوكاسيون دي روب دي مارياج دي سواري، وسنتر الاخر سبيسيال كوافير مارياج حضاره، معناها لي زوز. لكن احنا ياسر معروفين بالعرايس، اما نخدموا عرايس ونخدموا حضاره في نفس الوقت، وعندنا توت للتكنيك تاع الحضاره، لي روب سواري، لي فيونساي، صداق. هذا نحن باش معروفين اكثر حاجه هو بالمارياج، الخط سبيسيال اللي هو يكون البوالين تاعنا، والسبيسيال الثاني اللي هي الكوافير، خاطر بالحق من احسن ابتكارات اللي تاع لي شينيون، تاع لي ميك اب، تاع لي فولار. ديما نحن نخرجوا بالابتكار الجديد، ديما نحاولوا نطوروا في الخدمه تاعنا، على خاطر راهي الخدمه هذه، المهنه تاع الحلاقه والتجميل راهي ماهيش دومين صغير، راهي دومين بحر. يعني نجم من جمعه لجمعه فما تطورات تاع لي شينيون، فما تطورات تاع المكياج، في تطورات لي مارك، معناها ما هو سهل. يعني خاصه كي الواحد عمل اسم وعمل يعني مركز في الخدمه نتاعو، معناها ما هو سهل. احنا باش وصلنا للشيء هذايا، في من ناحيه لي تكنيك، من ناحيه الديكور، من ناحيه اي حاجه جديده نحن نحاول باش ندخلوها احنا الوالا لتونس لنا والساحل نتاعنا والمهنه نتاعنا بصفه عامه. هذيك هي الامنيه الوحيده، ويعرفوني برشا عباد، يعرف شكوني مدام وهيبه، سواء في سوسه سواء في تونس سواء في جمال. راني نحب نخرج عرايسيه فرحانين، راهي حتى كي توقع راهي نقول احنا هو الكمال لله، كي توقع مشكله نحاول باش نصلحوه لماكسيموم، لكن نحاول باش نرضي كليوناتي ونكونوا كلهم فرحانين. الحمد لله، وفيت حبينا نعملوا اكستنسيون ابار جمال وتونس، كان موجود زادا اسباس وهيبه في سوسه، والحمد لله قاعد يكبر زادا. كنا ديجا عندنا دوز ايتاج اللي هو لوكاسيون دو روب اي بيان سور كوافير استيتيك بوتي. ديجا عملنا دي سبيسياليتي جدد اللي هما عندنا ليدرا فاسيال، ميكرو نيدلينغ، ميكرو بليدينغ، اون بلوس زادا عندنا ليكس جونو اللي هو حاجه جديده، جا توندونس جديده في البوتي في لي سوان. ديجا باش تعجب برشا كليونات، ومتاكده زاده باش تفرحهم اكثر، وبقدره ربي زاده باش يعجب برشا من كليوناتنا ويحبوه برشا. والحمد لله يا ربي، ان شاء الله نحقوا احسن من هكا ونكونوا خير من هكا، ويا ربي نخرجوا عرايس فرحانين والناس الكل تطلع فرحانه. احنا عملنا ديزاف لعرايسنا وللناس اللي باش تجي بحذينا، كما قلت انت العرايس عملنا لهم ديزاف ابارتير من 20% حتى 50% اللي هي ديجا باش تتمتع بيهم، وليزاف هذوما ديجا باش يكونوا توا سبيسيالمون سيت سيمين في اسباس وهيبه سوسه، جوست في سوسه. وهيبه سوسه موجود طريق القنطاوي، نقول لي لا روت توريستيك 14 جانفي، بعد رون بوان كليوباترا باش تلقى رون بوان بلفيدير، ديجا مقابل قهوه البلفيدير، جوست تقول رون بوان بلفيدير معروفه، معناها جوست على رو توريستيك. توقيت العمل نتاعنا اللي هو يبدا ابارتير من 10 حتى 8 نتاع الليل. بيان سور كي تبدا عندنا اكسبسيونيل، دونك نمشيو في الوقت نتاع الاكسبسيونيل نتاع العروسه نتاعنا. انا ما يقلقنيش سوى العروسه، هي ساعات فما عرايس ساعات يحبوا يخرجوا مخر، تقول لك نجم نخرج الوقت هذاك، احنا ما عندناش مشكله. بيان سور اوني ديسبونيبل العرايس نتاعنا والناس نتاعنا الحضاره نتاعنا الكل.